تعالي في ايه؟ معلش يا بنات قطعنا عليكم القعدة الحلوة دي. لا لا ولا يهمك. لا مؤاخذة، ممكن تسيبوا لنا المطبخ 5 دقايق؟ طبعا البيت بيتك، انت مش عايزة حاجة؟ شاكرة قوي. العفو على ايه؟ شاكرة. بعد اذنك. كتر خيركم ميرسي. برضو عملتوا اللي في مخكم ونزلتوا، انتوا عايزين تفضحوني قدام الجيران؟ ايه بنت في ايه؟ اتكلمي. مصيبة يا ماما. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ منى ناقصة مصايب. فوت لها بقى البيت. بيت مين؟ بيتكم؟ يخرب بيته، يخرب بيته، يخرب بيته. ما اتخرب اهو خلاص. لا لسه ما اتخربش، هيتخرب كمان وكمان، اتاريه قاعد ومبلط على قلبي. طب هو ما كانش قايل لك؟ ولا لو كنت عارف كنت هسكت له؟ اه يا هند كنت هتسكتي له، انت ما فيش حاجه بتقولي عليها لجوزك؟ لا. وهي دي حاجة بسيطة؟ طب والله ما كنت أعرف، ولولا موضوع البيت ده دلوقتي ما كانش قال لي. آه هو قال لك عشان خايف من الفضيحة. لا هو كان خايف لا تجيبوا بيت صغير على قدكم وساعتها احنا هنترمي في الشارع. ما تترموا في الشارع ولا هيترمي في 60 داهية؟ أنا مالي؟ حرام عليكم، هتموتوني ناقصة عمري يا ناس. ليه بتعملوا فيا كده؟ هو أنا مش أمكم ولا إيه؟ اسكتي أنتي الأخرى. إيه؟ عايزاني أرمي البت دي في الشارع؟ افرضي ادوني شوية فلوس صغيرين ما يجيبوش غير شقة أوضتين وصالة. أعمل إيه؟ أقعدي فؤاد معايا وأرمي أختك يا أختي في الشارع؟ حرام عليك. يا خيبتك يا ليلى، يا خيبتك يا ليلى السودة، يا خيبتك في بناتك يا ليلى. لو عليا انا يا ماما ما تشيلوش همي. ما تشيلش همك ازاي يا اختي انت الاخرى؟ انا اصلي من فتره كده حطيت كل الفلوس اللي معايا في مقدم شقه، وان شاء الله هستلمها على اخر نص السنه اللي جايه. ايه؟ شقه؟ شقه ايه؟ شقه وقاعده معايا وبتكذبي عليا؟ يا بجحتك يا قله ادب. لا طبعا يا ماما مش بكذب عليكي. خبيتي والتخبيه حاجه والكذب حاجه عشان عارفه اني هرفض، خبيتي عليا. لا طبعا يا ماما، انا ما رضيتش اقول لك عشان عارفه بصراحه. ايوه ما كنتيش هتوافقي. وعشان عارفه اني مش هوافق قلت احطها قدام الامر الواقع وطز في ماما. لا يا ماما مش حقيقي. بلا ماما بلا زفت، بلا ماما بلا زفت. كلكم والتاني اللي راح باع الشقه كوب تاني. يا خبتك يا ليلى في بناتك، يا خبتك يا ليلى في بناتك. يا ماما والله العظيم وحياة ربنا ما كنت اعرف.